صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين على الجميع. ان شاء الله كامل راكم بخير. كما راكم تشوفوا اليوم تحليه بزاف بزاف بنينه وبزاف سهله، حتى لي مامو اللي عندهم بناتهم عزيبات صغار يقدروا يديروها فاسيلمون. زعما ماشي لازم وحده تكون فريمون تعرف مليح في الكوزينه باش ديرها. هذه هي بمناسبه مرور سنه على القناه تاعي، جي بريفيري ندير حاجه حلوه. الفيديو الاول في هذه السنه بغيت حاجه حلوه. واش لازم؟ درت كاس تاع شونتيي، كاس نصف كاس تاع حليب بارد فرحبه، ودرت معاهم واحد جبن طبيعي فروماج ناتور. كما راكم تشوفوا صافي، درت كاس تاع بودره شونتيي ونصف كاس تاع حليب بارد، حليب بارد، ودرت واحدة جبن طبيعي كما راكم تشوفوا، درت واحدة فخوماج ناتشور. نديروهم بيان سور، نخلطوهم بالباتور ونطلعو لا كريم تاعنا حتى اللي تولي متماسكة. هذه هي البنات، شوفوا من بعد اللي طلعتها مليح البنات لازم تضربوا مليح، لازم تضربوا ماشي غير تبدا تماسك صاي تحبسوا، لا لازم تضربوا باش تشد روحها باش تجيكم التكستور شابه. درك انا واش درت؟ قسمتها على زوج، درت نص هنا وغادي ندير له كولورون اغوم. هذا درت له ملون بدوق السوريز، والله ما على بالي كيفاش يقولوا الكرز، جو كرو بدوق الكرز نورمالمون سوريز سي الكرز. وراني نخلط فيه كيما تشوفوا، ندير غير بالقطره ونخلط حتى اللي نتحصل على اللون اللي راني باغياته. وانتم احرار في اللون، ولا بغيتوا ما ديروش هذا الملون بالدوق ديروا، ولا تبغوا بالفراوله، ولا تبغوا باي دوق واحد اخر تقدروا بيان سور. سينو تقدروا ديروا ملون ماشي بطعم، ما فيهش طعم، غير ملون وصاي بيان سور يصلح. فوالا انا راني نزيد غير بشويه حتى اللي نتحصل على اللون اللي باغياته. هذا هو اللون اللي راني باغياته. شوفوا درك نديرهم في الفريجيدير اون اتوندون نوجد باقي الوصفه. باقي الوصفه واش لازم؟ درت الكؤوس انا، اللي تبغي دير في حجم كبير دير في حجم كبير، في مول ولا في اي حاجه. شوفوا لي بودوار، انا نشري لي بودوار اللي ينباعوا عند اللي يبيع الحلويات، اللي يخدموهم ماشي تاع لابواط. وهذاك حليب، غير الحليب وحده. وهذه فراوله فريز، قطعتها قطع صغيره ودرت عليها السكر وخليتها في الفريجيدير ان مومون ابري اللي طلق هذاك السكر باش نخدم بها. شوفوا راني ندير لي بودوار في الحليب، نديرهم في الكؤوس، ها نزيد فوقها الفراوله المقطعه اللي راني دايره فيها السكر بيان سور، باسكو تطلق هذاك لو ليكيد ويزيد يشمخ لي البودوار ويعطي جو ولا اروع. فوالا، وما نقدرش نعطيكم الكميه باسكو كل وحده فاش دير، وكل كؤوس وكيفاش واش عالي يرفدوا. انا نقول لكم غير الطبقات واش ديروا فيهم، وانتم احرار في الكميه. هذه لا شونتي اللي درت لها الدوق تاع سوريز. فوالا نديروها كوم طبقه ثالثه. صافي الطبقه الاولى بودوار بالحليب، الطبقه الثانيه فراوله، الطبقه الثالثه هاد لا كريم. فوالا نكملوا الطبقه الرابعه، الطبقه الخامسه اللي هي لا فريز.
نزيد نكمل الطبقة الخامسة ومن الفوق غادي ندير لا شونتيي اللي خليتها بيضة، درتها في لابوشادوي وانتم لكم الاختيار. غادي نعطيكم، انا درتها على ثلاث انواع. هذا النوع الاول درت غير بلا بوشادوي كيما هكا، ودرت من الفوق حبه على فخيز سيتو، وندير حبه على فخيز هذا مكان، ونروح نكمل الكؤوس اللي متبقيه. نكمل البنات، نكمل الكؤوس اللي بغيت لي ونوري لكم طبق التقديم. فوالا ابخي لي وجدتهم درتهم بيان سور في الفريجيدير، قعدوا لي واحد ساعه هكا وحطيتهم. هادو هما يجوا ما شاء الله. شوفوا درت ثلاثه طرق تنجموا تقولوا بلوتو دو، لا ثوازيام شوفوا كيفاش درت، عطيتكم غير اون ايدي، غير اون ايدي كيفاش تقدروا ديروا، زعما تنجموا تنوعوا ديروا لو بلون من التحت ولا موف من الفوق، تبغوا لا فريز ديروها مقطعه هكا، تبغوا تقطعوها طول، لا ديكو نتوما وما تبغوا، نتوما واش يبغي قلبكم. هذه هي، ان شاء الله تكون عجبتكم التحليه تاع اليوم، وان شاء الله هذا العام يبدا علينا بالصحه والهنا ان شاء الله عليا وعليكم، باسكو هذه ماشي غير قناتي، هذه قناتكم نتوما تاني، وان شاء الله الوصفه تاع هذا العام تاني نولوا اعجابكم، باسكو الحمد لله يا ربي العام وانا حاله هذه القناه عام، وانتوما تعطوني في التعليقات تاعكم الايجابيه، في دعمتوني من اللي بدا العام حتى اللي كمل، ميرسي بوكو، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم، وسيرتو رمضان راه قريب، ترقبوا الجديد ان شاء الله غادي ينول رضاكم، تحليات وأطباق ومملحات وكل شيء إن شاء الله اللي تحتاجوه في شهر رمضان. إلى اللقاء حبيباتي، ما تنسوش لي كومنتير لي جيم، أبونيفو اللي ما راهيش مشتركة تشترك معنا، وديروا لي تعليقات، خلوا لي أي حاجة تحتاجوها، أي وصفة تبغوها خلوا لي في التعليق، وإن شاء الله راح نجاوب على طول الموند على الجميع. إلى اللقاء حبيباتي، إلى وصفة أخرى وفيديو آخر إن شاء الله. باي باي.